اليوم كانت طفرة نوعية إحياء الشعائر من خلال الفن والإبداع لبعض الرسامين وكذلك الأطفال والمواهب التي يجب من قبل الإدارة المحلية علينا صقل هذه المواهب. أعمال كانت ناجحة وبها لمسات إبداعية، رأينا معلم أن أعمار المشاركين كانوا صغار لكن عندهم لمسات فن، وإن شاء الله والعنوان مقدس. يجب كل سنة أن نستذكر هذه المصيبة وهذه الواقعة الأليمة، وذلك من خلال هكذا مناسبات أو هكذا أعمال أو معارض فنية.